وقال هتلر زعيم المسلحة الألمان يوم خسرت إحدى طوائف قلاعه من قبل الجيش الروسي، وأرسلوا إلى هتلر في القيادة المركزية بأن الحصار قد وقع علينا فأمدنا بالمدد، قال تأسوا بالحسين وأهل بيتي وأصحابه، إنهم ثبتوا يوم ذاك التاريخ فاثبتوا إلى الروس. وفعلا ثبتت ثكلة الألمان فانتصرت باسم الحسين بن علي بن أبي طالب. Das war ein Befehl! Der Angriff steuert war Befehl!